بعد خربة داوود ومجد العنجر ودوحة عرمون لم تخلو مدينة علي من عمليات الدهم، حيث قامت قوة من أمن الدولة بدهم معمل وتوقيف عمال سوريين للاشتباه في ارتباطهم بداعش. كاميرا الجديد قصدت المعمل حيث استبعد أحد العمال تورط زملائه بعمليات إرهابية. واحد يشتغلوني كحشو لأنه بر حاكي كذا كذا كحشو، راح سلم حاله وين عبد الشرق قال له كنت تشتغل عند فلان، اجوا اخذوا عمال عمال بطال يعني يسكنوا بي هذا الحين، يعني هسه هذول راحوا ظلم بحق عمي خيي خلص خلص. اهالي علي لطالما استبعدوا وجود داعش في منطقتهم، فهكذا استقبلوا خبر عمليه الدهم. والله مش بعيد بقى تعشي بهالبلد كله وارد، ما بتعرف ببعد واحد بيطلع له داعش. هلا قوة بوجود النزوح السوري الموجود من ضمنه صار فيه كل شيء، يعني هلا نحن نتعاطى معهم بشكل انساني، بس هون طبعا نحن بنشكر الاجهزه الامنيه اللي واعي ومنتبه لهالموضوع، وهون البلديه كمان دائما في عندنا دوريات بين البيوت وبين كذا عم تنتبه لهالشغلات، مش بس بعلاء بكل مناطق فيه وين ما برامتي فيه. الله يقويهم لكلهم ويكمشون لكلهم وما يضل حدا. ما تصورت انه يكون في عبالة، ما تصورت، بس شيء مفاجأة صراحة، مفاجأة كبيرة، بس بنتوقع هيك من السوريين اكيد. ما توقعنا هون لانه البلديه هون دائما بتعمل جولات او هيك، بس ما بعرف كيف هيك كانوا هون. في داعش وين ما كان موجود، يعني مع انه نحن هون بعلي بعدنا الى حد ما مضبوطه الامور وفي سهر على هذا الموضوع. والبلديه ترفض زج اسم علي بداعش قبل انتهاء التحقيق. اول ما استلموهم للشباب وكانوا بعضهم طالعين على درج السرايا، كانت وسائل الإعلام أنه انكمش داعش بعلي وأمير داعش بعلي، والتحقيق أن احنا عملنا اتصالاتنا كان بعد ما في تحقيق بالموضوع، ولحد هلأ ما في إثبات أنه هني حقيقة هودي داعش موجودين بعلي. مع عمليات الدهم يقلق اللبنانيون لوجود خلايا إرهابية بينهم، ويتأملون خيرا في مثابرة القوى الأمنية على تفكيكها. ليال بوموسى، قناة الجديد.